بنعصر النهاردة بنحلم لبكرة. أهلا بحضراتكم، تابعنا الأغنية اللي عملتها الفنانة مروة وأنا بحييهم، مش بس هي، كل فريق العمل سواء كلمات أو الألحان أو حتى اللي ركب هذه المشاهد الفيديو من فيلم حسن ومرقص للفنانة الكبير عادل إمام أو بعض المشاهد التانية، جهد مشكور جدا وفي زمن وجيز وبيحسسنا فعلا الناس ممكن تتحرك وتقدر تعمل حاجة. بس أنا متأكد أن في كتير من حضراتكم كمشاهدين دلوقتي غيرانين، بيقولوا طب احنا للاسف مش فنانين، انا مش مطرب او مش ملحن او مش كاتب كلمات، فمش هقدر اعمل اغنيه، اعمل ايه؟ ضيوفي اللي مشرفيني في الفقره مش فنانين، بس فكروا ان هم يعملوا حاجه، كل واحد وفقا يا اما لمجاله يا اما للي عقله بيهديه ليه علشان يطلع طاقه الحزن والغضب اللي جواه لعمل ايجابي، اولا يرضي بيه نفسه ويقدم دليل انتمائه وحبه للبلد، نمره 2 عشان يقول بيه رساله للعالم اللي دلوقتي مستني المصريين هيعملوا ايه. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. معايا الدكتور عادل قاسم، رائد قافله شعاع الخير واستاذ كليه التجاره جامعه الزقازيق. اهلا بيك يا دكتور، مشرفنا. ومعانا كمان نهاد حسني، عضو قافله شعاع الخير. ازيك يا نهاد؟ وعمار الشافعي، عضو قافله شعاع الخير. ازيك يا عمار؟ ومها الزهيري، عضو القافله كمان. ازيك يا مها؟ قول لي يا دكتور، فكرتوا تعملوا ايه؟ الفكره للشباب مش ليا انا، وهترك الفرصة ان هم يقولوها، لكن احنا بالفعل بنتكلم عن وضع دقيق بيمر بيه الوطن، مر بيه مصر، ولحظات صحيح فيها توحد لكن فيها توتر، واحنا عايزين نعبر المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة. تمام. وان النهاردة بنقول يجب ان احنا نتوحد، حكومة ومعارضة وشرطة. قد أكون أنا واحد من الناس اللي هي مقالات ناقدة، لكن النهاردة بقول أنا والحزب الوطني وأحزاب المعارضة والشرطة كلنا يجب أن نكون صفا واحدا لعبور ما نحن فيه. تمام. وإن بالفعل ما حدث، إن كان عدد الضحايا المسيحيين فيه كثرة، لكن هو موجه لينا جميعا. استحالة نقبل إن اللي يمشي مصر هو تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة عمل ايه في العراق؟ عمل ايه في افغانستان؟ عمل ايه في باكستان؟ احنا عندنا خلافات جوه مصر وعندنا مشاكل جوه مصر، سواء مشاكل سياسية، سواء مشاكل اجتماعية، سواء مشاكل تعليمية، سواء مشاكل في اطار الدين. هذه المشاكل احنا نحلها. أي. مش هيجي تنظيم القاعدة هو اللي يحل لنا مشاكلنا، هو اللي يوجه لنا وهو اللي يعمل لنا انذارات. لا، هذا الكلام مرفوض تماما. الشباب عندهم مبادرات، انا بترك لهم الفرصة ان هم يعرضوا هم ناويين يعملوا ايه. بس احنا بنتكلم نقول هذه لحظة، ما بعد اللحظة نعمل ايه. يعني احنا بنتكلم من هنا لحد العيد، مش عايزين يا جماعة شعارات سياسية في الهتافات، مش عايزين ناس تهاجم الحكومة او تهاجم المعارضة، عايزين لحد يوم 7 يناير نعدي الموقف على خير. ولكن بعد 7 يناير عايزين وقفة نحل فيها مشاكلنا بشكل موضوعي بعيدا عن اي اطراف خارجيه بره مصر. ده كلام رائع، بشكل موضوعي وعادل كمان. اسمع لمسمى ان شاء الله. الله يخليك. طيب مين اللي هيبدا في الشباب ان هو يطرح لنا الفكره؟ نعم حضرتك تحب. زي ما حضرتك تحب. لا، ما رائد القافله قاعد، انا اللي هتكلم. اسمح لي في الاول قبل عرض الفكره يا استاذ تامر، احنا يعني بنحب نيابه عن شعب مصر كله نقدم تعزينا لاهالينا واخواتنا. احنا مش هنقول بقى المسيحيين، لا، احنا بنتكلم في ان دول مصريين بشكل عام. وطبعا الاحداث والواقع بيقول انه ما ماتش بس مسيحيين، الواقع بيقول انه مات مسيحيين ومسلمين وفي جرحى. فيعني نتمنى من ربنا ان احنا نكون في صف واحد برضو تحت المسمى المصري. المبادرة اللي اتكلم عنها دكتور عادل، معتقد انها مش مبادرتنا احنا بس، ان هي في ناس كتير جدا فكرت يجوز بشكل اخر، لكن برضو في نفس الاطار، ان احنا عايزين نرسخ فكرة ان احنا مصريين، ما احناش مسيحيين ولا مسلمين ولا يعني بصرف النظر عن الديانة. احنا عايزين كلنا كده في ايد واحدة ناخد بعض ونروح نزور ان اهالينا دول. مش هنروح نقول يعني احنا بنعزيكوا، طبعا الحزن جوه مصر كلها، لكن في نفس الوقت احنا عايزين نقول لهم احنا معاكوا، احنا ايدينا في ايديكوا. لو فضلت ايدينا في ايدين بعض كلنا
هنبقى محدش هيقدر يدخل في وسطينا، محدش هيقدر يعمل فينا حاجة، احنا مصريين مع بعض. لكن اللي واجعنا قوي ان احنا هنروح مش عارفين هنروح نقول ايه، يعني هل احنا بنهنيهم بمناسبة الاعياد ولا هنعزيهم بمناسبة اللي حصل ولا نقول ايه؟ بس خلينا نوحد الفكرة ان احنا عايزين نبقى مع بعض سوا، زي ما يعني لعل الحادث يكون خير يخلينا نفتكر الناس كتير قوي نسيته احنا كنا ايه قبل كده. لا احنا لسه زي كده، احنا يعني خلينا نرجع لورا شوية، احنا اتولدنا وكنا بننزل الشارع ونروح المدرسة، لا انا بسأل مين اللي جنبي هو اسمه ايه ولا مسيحي ولا مسلم، كلنا مع بعض. اشمعنا بقى حصل الايام دي اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده ما احنا قلنا بيحصل علشان يبوظوا الصوره اللي احنا عليها دي، حاله التعايش اللي احنا فيها. طيب هتعملوا ايه يا عمار؟ هو تكمله الدكتور نهاد ما كملت يعني. انا دلوقتي بكل بساطه عايز اتعامل مع اخويا المسيحي او صديقي بكل بساطه زي ما احنا عايشين فيه. فهو دلوقتي زميلي في الجامعه وصديقي في الشارع، فانا مش عارف هتعامل معاه ازاي في ظل الظروف دي. وزي ما الدكتور عادل قال لحد 7 يناير ما يجي احنا مش عارف هقول لهم كل سنه طيبين، يعني انا صاحب المسيحي هتصل بيه اقول له كل سنه طيب ولا هعزيه؟ فكانت المبادره ان احنا نروح نقف معاهم نستندهم في النقطتين ونعمل اللي بعد كده. يعني الهدف مش ان احنا نقف على النقطه دي وبس، لا ان احنا نعمل اللي بعد كده، ان بعد كده ممكن يحصل حاجه ثانيه ما يحصلش، عايزين نعمل وحده وطنيه. عايزين تعملوا حركه تمنع اللي ممكن يحصل بعد كده، يمنع وغير كده ده نحس ان ده موجود فعلا بينا، يعني من غير ما يحصل اي حاجه. أيوة. يعني استعدادا لاي حاجه تحصل بعد كده او ما حصلش. يعني هي الفكره بتاعتهم يا استاذ سامر ان شاء الله يوم 6 يناير و7 يناير هذا هو يوم العيد بيسهروا فيه في الكنيسه. حتى لا تكون الكنائس مستهدف بها المسيحيين وحدهم، لا احنا كمان هنكون هناك. احنا هنروح كنيستنا اللي في الزقازيق، وهي مش غريبه علينا لان احنا بنشاركهم كل مناسباتهم هناك، احنا مش غرب عليهم. تمام. فاحنا هنروح نسهر معاهم وهم داخلين، هنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وهنقعد معاهم لحد ما يروحوا بالسلامه تاني يوم. وهذه دعوه بنوجهها لمصر كلها، بس ليها شروط، ان يكون فيها تنسيق مع الامن طبعا، ودي قضيه جوهريه عشان ما فيش عناصر تندس طبعا. وانا واحد من الناس قابل ان افتش ذاتيا قبل ما اخش اي كنيسه، لان احنا بنتكلم النهارده موقف حرج عايزين نعبره. ولكن بنقول ان الكنائس 6 يناير و7 يناير يجب ان تكون مسلمين ومسيحيين، واللي عايز يتفضل يعمل عمل يتفضل يجي يعمله بقى ضد مصر وليس ضد المسيحيين على وجه التحديد. هتروحي اليمن؟ انا هروح عشان اول حاجه انا مبدئي كده على طول يعني اقول لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام عايش دلوقتي او حصل الموقف ده في وقته، هل كان هينزل كان هيعمل ايه؟ اكيد كان هينزل هو ويحمي الكنائس بنفسه بشخصه، ولان اللي حصل دوت ضد اي رساله سماويه، ضد منهج سيدنا محمد وضد منهج سيدنا عيسى. صحيح. فكان اول ناس هتنزل تحمي الكنائس هو سيدنا محمد. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال من اذى ذميا فقد اذاني. فقد اذاني. وكمان عشان احنا يعني احنا نازلين ده مجرد مسكن مؤقت للوضع اللي احنا فيه، لكن ده مش حقيقي، يعني مش ولا اللي هيحل الاوضاع بعد كده ولا ده اللي هيمنع ان يحصل فتنه طائفيه فيها بعد كده. أيوة. اللي هيمنع ان اصلا مصر يعني وكل الشعب عادي عنده مشاكل، ومش مش هنسمح للسوس ده ان هو يمشي ويدخل في الخشب بتاعنا اللي هي مصر الا اذا كنا اقوياء. يعني اولا نحل مشاكلنا، يعني احنا بعد ما 7 يناير تعدي نبتدي فعلا الحكومه بجد والبلد فعلا تبتدي تحل مشاكلها بشكل عملي، وتشوف مشاكل الناس، مش مسيحيين مشاكلهم ايه، المسلمين مشاكلهم ايه. مش عايزه مسكنات يعني، عايزه بقى. لا طبعا كفايه مسكنات وكفايه كلام، يعني نحل مشاكلنا بجد عشان ما فيش اي حد يجرؤ ان هو يحاول اصلا ان هو يعني يهدي النظام، ان مصر بقت عامله زي الطفل اللي كل واحد بيشد من ناحيه وهو اتقطع منه حاجات خلاص. فاحنا هل هنخلي الموضوع دوت يكمل عليه ولا هنلحق نعالج فعلا المشكلة أساسها إحنا ككيان مصر، إحنا شكله إيه؟ هنسمح لأي حد يدخل ويعمل بينا مشاكل؟ وإيه اللي هيخليني أنا كواحد يعني إحنا بنقعد عن النت والفيسبوك وكده وفي مسيحيين دخلوا غلطوا، يعني قالوا حسبي الله، يعني مش حسبي الله أنا وراكي، يعني
بيدعوا علينا ومتضايقين مننا وشتموا. في ناس لا، في ناس متفهمه جدا ان ده فتنه طائفيه وعايزين يعملوا بينا كده. بس ايه اللي يخلي واحد شباب فاضي سواء مسلم او مسيحي يشدوا يشتموا في بعض؟ ان هم اولا عندهم مشاكل في حياتهم، زاد هم فاضيين من جوه وعندهم نقائص، ومحدش هيبتدي يبص لغيره ويشتم فيه او 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 اللي هو اذا كان هو في حاجه ناقصه جواه وعنده مشاكل وعايز ينقم على الوضع وينقم على مصر باي شكل من اشكاله وخلاص، فبيبتدي يطلع في اي حد، يطلع في اي مشكله رهنه بيقابلها. فانا بجد نفسي فيه بعد 7 يناير نبتدي بجد مصر تحل مشاكلها بشكل صح وبشكل عملي، مش شعارات ولا كلام من بعيد لبعيد ولا اي حاجه. لو احنا ما حللناش مشاكلنا لوحدنا غيرنا هيستثمر هذه المشاكل ويضرنا، مش كده يا دكتور؟